سؤالك يا ابو جوان سم. الشيخ انا جدي اصيب بجلطه دماغيه ولا يقدر لا صيام ولا صلاه. توفي رحمه الله عليه. وقضينا عنها الصيام، هل تجزي عنه؟ هل ايش؟ هل تجزي عنه يعني؟ طيب. قضينا الصيام اللي هو طيب واضح السؤال، شكرا يا ابو جوان، شكرا لك. يا اخي اذا كان سم. إذا كان استمر به الجلطة ولا عنده فكر ولا يدري عن شيء حتى مات فليس عليه شيء، الحمد لله. نعم.